عبر الهاتف ينضم إلينا مهندس أمين غنيم رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة. مهندس أمين أهلا بحضرتك معنا على شاشة إكسترا نيوز. بعد التحية، هناك مجموعة من المحاور تحدث عنها الرئيس السيسي وأيضا تحدث عنها رئيس الوزراء ووزير الإسكان عن المدن الجديدة وعن كل الخدمات المقدمة للمواطنين فيها. كيف تطبق هذه المحاور من خدمات مقدمة أو من مستوى عادل بالنسبة لجميع الطبقات دون تمييز في مدينة القاهرة الجديدة؟ أهلا بحضرتك وكل سنة ومصر بخير وسلام. يمكن احنا شغالين على كل المحاور. النهارده في افتتاحات كثيره للاسكان. مع الاسكان احنا بنطور او بجميع الطرق حاليا وبنرفع كفاءه المرافق لتناسب او تأدي حاجه الطفره المعماريه او الاسكانيه. يمكن احنا عندنا في القاهره الجديده، احنا كان عندنا النهارده في افتتاح 62 عماره سكن مصر، كان في جاهز مشروع ثاني 80 عماره سكن مصر برضه، في 63 عماره جنه، وده جزء من كل من مجموعه مشاريع شغالين فيها وبنسابق الزمن عشان نجهزها وتسلمها للمواطنين. بالاضافه ان احنا بنطور محاور الطرق، في خمس محاور شغالين فيهم، الطرق المؤديه للعاصمة الإدارية اللي مرة بالقاهرة الجديدة واخدة شرق القاهرة، وده إن شاء الله بإذن الله قريب جدا هيبقى هنشوف طفرة ونقلة المحاور دي على أعلى مستوى من الجودة ودقة التنفيذ. طيب مهندس أمين، الجزئية الخاصة بإنعكاس ما يتم الآن في هذه الأماكن الجديدة أو سواء يعني دعني اتحدث عن العاصمه الاداريه تحديدا، انعكس ازاي على جهاز او على مدينه القاهره الجديده؟ لانه الحقيقه انه كل التطوير العمراني في مكان بينعكس على المكان المحيط به، وده كمان تم ذكره في الافتتاح، حتى لو كان مكان قائم بالفعل وبه خدمات لكن بتنعكس عليه بالايجاب اكثر. يمكن حضرتك احنا كمدن جديده، المدن الجديده عموما تنميه وتعمير، او هيئه المجتمعات تنميه وتعمير. التنميه لم تنقطع ولم تنقطع في المدن الجديده، احنا كل يوم في جديد، احنا كل يوم بنجهز اراضي، بنرفق اراضي، كل يوم بننشا عمارات جديده. يمكن احنا عندنا في القاهره الجديده سكن كل المصريين، عندنا 222 عماره جاهزين وشغالين دلوقتي، احنا يعني برضه وهيتم تسليمهم في التوقيتات المحدده للسلطه المختصه. احنا يعني كل الشغل على كل المحاور كامل ما بيتوقفش. اي هذه المحاور في المدن الجديده الحولة او اللي بتؤدي ليها القاهره الجديده ساهم بدرجه اكبر في الانتفاع بالنسبه للقاهره الجديده، بمعنى انه هل كان الطرق مثلا، هل كانت المدن الذكيه المحيطه بالقاهره الجديده وما تم فيها من خدمات الكترونيه اكثر او رقمنه يعني بدرجه اكبر انعكست بشكل مباشر على القاهره الجديده؟ يعني اي هذه المحاور كان لها التاثير الاكبر؟ طبعا التاثير الاكبر بالنسبه للقاهره الجديده وما لها من اضواء خاصة جدا، يمكن الإسكان عموما المشاريع الجارية كسكن مصر ودار مصر المرحلة الأولى والثانية وثالثة اللي هو جنة، بالإضافة إلى التطوير زي ما قلت لحضرتك، التطوير المتناسب مع الطفرة السكانية. نعم. طيب مهندس أمين، أخيرا ما الذي تقومون عليه الآن في جهاز مدينة القاهرة الجديدة وجري تنفيذه والمستهدف في الفترة القادمة؟ ان شاء الله باذن الله احنا بنسابق الزمن عشان نخلص مشاريع الاسكان عشان تسليم المواطنين الحاجزين في مشاريع سكن مصر وجنه ودار مصر، وكمان تطوير محاور الطرق، المحاور لصلاح الدين ونجيب محفوظ والسادات ومصطفى كامل، وبالاضافه الى رفع كفاءه لمعظم طرق القاهره الجديده. كمان شغالين في قطاع المرافق على رفع كفاءه لجميع الروافع والمحطات خلال الفتره اللي جايه عشان نحل مشاكل المزمنه اللي كانت موجوده في القاهره الجديده بالنسبه للميه، رفع كفاءه محطات وروافع الصرف، وان شاء الله باذن الله ده كله الناس هتجد استثماره في الفتره الجايه.
أشكرك مهندس أمين غنيم رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة على كل ما تفضلت به من حديث.